متابعين ام تي في الايف وبفقره سانتي لليوم معي دكتور فاتشي كورتيان اختصاصي جراحه العظام والمفاصل. اهلا وسهلا فيك حكيم مع كل السيت اب يلي واصل معك. أيوة. اليوم رح تفسر لنا كثير بالتفاصيل تنوصل المسج اوضح. رح نحكي عن العمليات الجراحيه بالكتف بواسطه المنظار. صح. اول شيء هيك خلينا نفسر شو يعني عمليه بواسطه المنظار يلي بتدقر العضلات او المفاصل. نعم العمليه التقليديه لنفترض اذا عم نحكي عن الكتف، اذا بدنا نوصل للكتف عندنا مشكله بدنا نعالجها بقلب الكتف. في عندنا هي نموذج عن الكتف. نعم. في عندنا هودي الاربع عضلات وفي عندنا العضله كبيره خارج هودي الدلتويد. فاذا اذا بدنا نعمل عمليه تقليديه يلي بنمرنها كثير بالرياضة يلي بنمرنها صح يلي بنشوفها عند السبورتسمان تنوصل بعمليه تقليديه بدنا نعمل شق جرح كبير بالجلد، نرجع نجرح الدلتويد، نجرح هودي العضلات الكبسول تنوصل ويكون في عنا فيو ضيقه للمفصل. يعني عم نحكي نحن عن عمليه بالمفصل. اذا كنا عم نحكي أوكي. عمليه بالمفصل. بدنا نحكي بعد شوي شو هن المشاكل يعني. بس بالمنظار بالنادور كل هودي منا مضطرين نعملهم، فينا نحن نفوت بقلب المفصل خلال جرح كتير صغير 4 مليمتر منفوت نادور، هيدا هو المنظار النادور، منفوته بقلب المفصل وفينا نعمل كل شيء مثل العملية يعني الجراحية. يعني بيوصل دغري على المفصل يعني ما بيدق ولا بدق بس عضلات ولا بيكون عم بيجرح جرح كتير صغير. أوكي. بالعضلات نوصل محل ما بدنا وبيكون عنا فيو أوضح من العملية التقليدية. يعني هاي بتكبر الصورة تعطينا صورة أوضح والضرر أقل. الضرر أقل، الجرح أصغر مور كوسمتيك، الوجع أقل، ريسك إنفاكشن أقل. سو المريض والشفاء بياخد دواء أقل، الأنالجيزكس والأنتيبيوتكس أقل، الاستشفاء أكترية هودي العمليات بنعملوا سيم داي سيرجري أو ماكسيموم ليلة بنام المريض بالمستشفى. حتى النقاهة أقل، بتكون أقصر فترة النقاهة. غير هودي كلهم مثل ما قلنا انه لانه السكوب فينا نتحكم فيه، نحن كل المفاصل عندنا وخاصه الكتف اللي انه اكثر مفصل كومبلكس بجسمنا في عنده كومبارتمنتس، في عندي الانتيريور لاترال بوستيريور. فينا نبرمها شوي حكيم؟ لا بالعكس. اوكي سو في عندنا كومبارتمنتس بالكتف. سو اذا عندي اكثر من مشكله باكثر من كومبارتمنت بالعملية التقليدية ممكن ما أوصل لها. نحن لوين إذا بدلنا نحن عادة وين بتنعمل الجراحات ولا شو؟ هلأ في عنا عدة مشاكل بالكتف من عالجها بالنادور بالمنظار. أكتر شيء most frequent هو الامبينجمنت، بنسميه الامبينجمنت، هو وقت اللي بيكون في عنا تكلس تحت العظمة هاي. نعم. الأكروميوم، هذا التكلس ببلش يحف على التندن المصل هاي السوبراسباينيتس او الروتيتر كافس. كل ما عم نحرك ايدنا كل ما بيكون في احتكاك بين التندن وهالتكلس هاي. مع الوقت هذا الاحتكاك بيوصل لالتهاب للوتر حتى ممكن يقطش الوتر. سو هاي باول مرحله قبل ما يقطش الوتر اذا المريض اجى لعنا فينا بعمليه كثير بسيطه بهالاله هاي مبرد هاي بير بنسميه فينا نبرد هالتكلس ونحرر الوتر. بيروح كليا؟ بيروح كليا. اذا المريض ما بيرجع؟ اذا المريض ما بيرجع بيكون في علاجات لما يرجع؟ لو رجع رجع بعد فتره طويله 10 15 سنه فينا نعيد ذات البروسيجر لانه نحن ما عملنا ضرر هون ولا شيء. صح هون يعني يكون كم قدح صغير بس داخليا ما في ما دقرنا عضل ولا اي شيء. اذا المريض تاخر يوصل لعنا واجا لعنا مع مزق بالوتر كمان هيدا الوتر فينا نرممه ب كيف بيترمم بالنزل. الوتر حكيم في عنا لانه كثير ناس بيسالوا. صح. عن قصه الاوتار. في عنا اكيد بدنا نعمل زيت الشيء بدنا نبرد العظم نشيل السبب نحرر الوتر. بعدين في عنا هاي ما بعرف عم نشوفهم. أوكي. عم نشوفهم. سو برغي في وراه خيط واصل لهون، هاي البرغي بنسميه انكر، تنغرس بقلب العظم. اوكي نشيل الهندل بضل الخيطان وهودي الخيطان في عنا هودي المعدات
بواسطة المعدات هودي منمرقهم بقلب الوتر ومنعقدهم من خيط منقطب. واو، هيدا إذا كان مقطوش كليا؟ إذا كان مقطوش كليا أو إذا على وشك إذا أكثر من 50% لازم يتقطب. إذا قال من 50% وشلنا السبب ما بحاجة لتقطيب. هودول جراحتين لمشكلتين منقدر نعملهم بالمنظار. شو في أشياء تانية كمان في عنا أشياء تانية كمان؟ لأنه على كل حال الناس ما بيعرفوا شو مشكلة الوجع يلي هدف والكتف. هدف وجودنا هي أنه نحدد السبب. في عنا مشكلة تانية كمان very frequent هي الخلع المتكرر بالكتف. أنا بعرف أنه أكيد كل الناس شايفين حدا من الأنتوراج تبعهم أنه عادة بالعمر الصغير التينيجرز بيعملوا تراوما، بيفكوا كتفهم، بيخلع الكتف وبعدين ببلش يخلع بكل سهولة حتى من دون تراوما. أحيان هني وعم بيتسبحوا، حتى أحيان هني ونايمين ممكن يخلع كتفهم. السبب بيكون أنه في عنا من قدام الكبسول هون، ما بعرف إذا الكاميرا قادر ياخدها. نعم نعم. الكبسول والليبروم، الكبسول والليبرال كومبلكس بيكونوا فلتوا عن العظم. أوكي. ما لرجعوا لزق. دكتور بدي أخذ وقفة كتير صغيرة مع أخبار ومنرجع منتبع بحالي.